لو الحكاية فيها إن فيديو مستوى الطالب المتوسط يعتبر أو نعم كان في أسئلة لفة وكده وبتاع بس يعني برضه يعني كان كويس مش وحش. بس انتوا خارجين قبل الوقت ما يخلص صح؟ ما هو الامتحان مش مستاهل. انا فاضل نص ساعة. انت خارج تقريبا نص ساعة بس الامتحان مميز يعني. الطالب المستوى الطالب اللي هو الوسط يعني. كان بالنسبة ما شاء الله يعني الناس كلها تنجح ان شاء الله السنة. كان الأسئلة كان نوعيتها ايه اللي انت قلت لك كانت صعبة؟ مثلا 75% منها سهل والباقي صعب او ليه؟ فكده يعني ده طبيعي الامتحان بيبقى جاي مش كله سهل. صاف مستوى الطلبه متوسط. لا اغلبيته يعني الحمد لله كان كويس الحمد لله. كان في اي مشاكل مثلا في اللي جاي في بعض الاسئله خالص؟ زميلك كان بيقول كان في حوالي 25% من الاسئله صعبه. انت شايف ايه؟ الاسئله ما كانتش صعبه. فيديو.